بسم الله الرحمن الرحيم. معكم بوغنين عدال، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكاديمية جهة سوس ماسة، مديرية أكادير دوتنا. اليوم وكبت معنا إحدى أهم المحطات الاحتفالية بالإعطاء الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022-2023 تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة. وهذه المحطة الاحتفالية اللي عرفتها جماعة قروية اللي هي جماعة تورير مدرسة جابر بن حيان الابتدائية، واللي تعطات الانطلاقة الفعلية لتوزيع المبادرة الولكية مليون محفظة، الأطقم ديال المحفظة، الكتب المدرسية، الأدوات. شرف عليها السيد الوالي شخصيا مشكور رفقة الوفد المرافق، واللي هذا العام السنة كتميز أيضا كنظريتها بالسنوات الماضية. أولا إضافة واحد نسبة إضافية بحيث بلغنا هذه السنة على مستوى عمل تقديري دوتنان أكثر من 72 ألف تلميذ وتلميذة اللي استفدوا من هذا الأطقم. أيضا هذا الأطقم هذه السنة كانت العملية تمت مباشرتها تحت إشراف ديال اللجنة الإقليمية، تحت إشراف ديال عمل تقديري دوتنان، خصوصا من حيث الشروط ديال الجودة، ديال التسريع، ديال التوزيع الى 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 غير ذلك. وكنعرفوا الاهميه ديال المبادره الملكيه من مليون محفظه من ضمن المدخلات ديال الدعم الاجتماعي. ملي كنقولوا الدعم الاجتماعي كنتكلموا اولا على المبادره الملكيه مليون محفظه، كنتكلموا على الاطعام، على الداخليات، كنتكلموا على النقل المدرسي، كنتكلموا على برنامج تيسير، وكنتكلموا على لا 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 على الزي الموحد. وكنعرفوا الاهميه ديال هذا الدعم الاجتماعي. لماذا؟ بل بالعكس، جا هو لتيسير عمليه الولوج للمدرسه، خصوصا في اطار الاحياء والجماعات الهشه، في اطار الاسر اللي كتعرف هشاشه، الفقر الى غير ذلك. وهذا كله من اجل القضاء على بعض الظواهر المشينه ديال الفصل الدراسي، ديال الهضم المدرسي، ديال الانقطاع، ديال التكرار، ديال ديال ديال. وبالتالي فالمدخلات ديال الاجتماعي وعلى راسها من المحفظه فهي عندها انعكاس ايجابي جدا على توفير شروط الجوده، وخصوصا على مستوى محاربه الانقطاع والهدر المدرسيين والتكرار الى غير ذلك. بصفتي رئيس جمعيه اباء وامهات التلاميذ مدرسه جابر بن حيان، صلاه عن نفسي ونيابه عن باقي اعضاء الجمعيه، نتمنى هذه الزياره الميمونه للسيد عامل صاحب الجلاله بجهة مسة التي تندرج في إطار المبادرة الملكية لتوزيع مليون محفظة. وهذا يشرف مؤسسة جابر بن حيان بأورير، ونحن جد مسرورون بهذه الزيارة الميمونة التي تعد الأولى للمؤسسة. ونحن إن شاء الله جنود مجندون إن شاء الله من أجل تعليم راقي إن شاء الله تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.